فقط يدخلون. كان أحب علي أن أعطيك دوري، لكني لم أعد أحتمل الوقوف تحت حرارة الشمس. توقف! أرجوك دعنا ندخل، معنا شخص مريض، أتوسل إليك. كلا، لكن حالته سيئة جدا، سيئة جدا، أرجوك. اسكت وانتظر دورك مثل غيرك، أفهم؟ كان ذلك بدون جدوى. علي بابا، يا إلهي، هل أنه تسوء؟ إن زوار هذه المدينة قلائل، منذ قديم الزمان لا تستقبل الكثير من الناس. ايه، توقف يا فرفور، تعال. ما أجمل هذا الفأر. حتى هذا الفأر ينتظر منذ 3 أيام. تنتظر هنا منذ 3 أيام؟ سمعت أن هذه المدينة لا تستقبل أكثر من 3 أشخاص. أذهب أنا إلى المدينة وأطلب من الذين دخلوا إليها أن يخرجوا بسرعة. لا أفهم تصرفات أهل هذه المدينة. إلى أين ذهبت يا ياسمينة؟ يجب أن نخرج من هذه المدينة بسرعة. هل سيأتي أحد ويهاجمنا؟ لا تقلق، لن يدخل أحد مشكوك فيه إلى هذه المدينة. ها؟ شيء غريب يطير هناك، إنه من الأعداء. إنها عصفورة يا سيد الوالي. أيها الأحمق، حتى هذه العصفورة لا تدعوها تدخل، اصطادوها حالا. حاضر أيها الوالي. سندباد، أنا انتهيت. لتيأس يا علي بابا، لا يليق بك أن تكون ضعيفا. عفوا، إذا شئتم يمكنكم استعمال هذا الدواء. دواء؟ شكرا لك. إنه يخفف الآلام، جربه، إنه يخفف آلامك. أعطيني إياه. علي بابا، اشرب منه قليلا ولا تكثر. لا تخف، لن تشعر بالآلام بعد اليوم.
حسنا، اني اشعر بتحسن كبير. جرى مفعول الدواء علي. لكن هذا الدواء يزيل الالام مؤقتا. والدي هو افضل طبيب في المدينه، وان اردت اخذتك اليه للمعالجه. لكن كيف سندخل إلى القصر؟ فالدخول غير مسموح. شخص واحد فقط يمكنه أن يتبعني ويدخل معي إلى القصر. هيا سندباد، أنا ذاهب أولا. ها؟ علي بابا، هل تقدر أن تمشي؟ كما ترى سندباد، إلى اللقاء. ها؟ توقف! لن تدخل! إنهم يشددون الحراسة! عجيب! كنت أعتقد أنه بإمكاني الدخول إلى القصر! علي بابا! علي بابا يبدو سعيداً! كأنه شفي من الألم في معدته! تفضل! بفضل الألم في معدتي تعرفت على فتاة جميلة مثلك، كم أنا مسرور. إنك تقول فتاة جميلة، سترى الآن. والآن هل ما زلت تقول جميلة؟ طبعا طبعا، أنت أجمل فتيات هذه المدينة على الإطلاق. أنت تراني جميلة، هو مفعول ذلك الدواء العجيب الذي شربت. إني أضحي بأي شيء من أجلك، حتى بحياتي. حقا، كم أنا سعيدة، سعيدة جدا. ها؟ ميساء الساحرة؟ هي بنفسها، ماذا سنفعل يا سندباد؟ لكن ماذا تريد أن تفعل هذه العجوز بعلي بابا؟ في كل حال يجب أن نساعد علي بابا. وسيشعر بألم أشد من ألم المعدة. عظيم، هكذا أنت شديد الذكاء. شكرا لك، يشرفني إعجابك بي. أريدك أن تصبح ساحرا مشهورا. سأفعل أي شيء تريدين. انتبه لنفسك في المرة القادمة. يا إلهي، واليوم أيضا لن أستطيع دخول هذا القصر. ماذا وجدت يا سندباد؟ أنت أخبرتنا أن والي هذه البلاد خجول جدا، هل نسيت؟ صحيح، وهو كذلك. وجدت فكرة هائلة وسأنفذها حالا. انتبه، لن تخرج عن الصف. عندي لك خبر هام جدا. ماذا؟ إن هجوما سيشن على هذه المدينة بالذات. ماذا تقول؟ أريد أن أعطي تفاصيل الهجوم للوالي. يا لك من فتى ذكي. سندباد معه حق، هيا أسرع وأخبر الوالي، وإلا قبضوا عليك وكان مصيرك الموت. هيا انزلوا الجسر. Oh,
هل صحيح أن في المدينة أناسا يريدون الهجوم على بلادي؟ نعم هذا صحيح أيها الوالي. أخبرني من هم؟ هي ساحرة اسمها ميساء. ميساء! كذب كذب! أوقفوا هذين الشخصين! أوقفوا هذين الشخصين! أوقفوهم! ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ أرجوك اسمعني أيها الوالي. اسكت! ميساء هي ساحرة تخص القصر! تخص القصر! ميساء! هلك من غبي! خذوه من السجن بسرعة! ما أطيب هذا الدواء! علي بابا يقولون إن سندباد ورفيقه أوقفا. سندباد؟ لا أعرف هذا الشخص أبدا. أنت تلميذ مطيع تسمع كلامي. نعم سأفعل كل ما تطلبينه مني. حسنا أريد منك أمرا هاما، أن تقتل والي هذه المدينة الخجول. أمرا وطاعة سيدتي سأقتله في الحال. أمرا وطاعة. ماذا يجري هنا؟ ماذا تفعلين؟ سندباد أسرع! ابتعدي! النجدة! النجدة! ما بالك أيها الوالي؟ حلم أبصرت في نومي أن بلادي هزمت في الحرب. اذهبوا وفتشوا عن الأعداء حول القصر. اذهبوا حالا وفتشوا عنهم حول القصر. اذهبوا حالا. حاضر حاضر. من هنا هيا. احذر سندباد، عدوتنا ساحرة لا تدخل فجأة إلى بيتها، احذر. فهمت، ميساء تكره جدا الفئران. إذا علينا أن نلتقط فأرا. أهلا بكم في مدينتنا. ميساء، لا يوجد فئران في هذه المدينة لأن الوالي يكره الفئران إلى حد كبير. فهمت، وأنت تقيمين في هذه المدينة. أضف إلى ذلك أن هذه المدينة ستصبح لي عم قريب. علي بابا. علي بابا. كيف عرفت اسمي؟ أنا التلميذ الأول للسيدة ميساء. ماذا تقول؟ رمت عليك ميساء سحرها، ألا تعرف؟ علي بابا أريهم مهارتك يا أذكى تلميذ. هل تقدرون سلطتي؟ لا أعتقد ذلك، أبدا لا أعتقد. علي بابا، علي بابا، هذا أنا ياسمينة. فاجر راجل الأب. ياسمينة، ماذا فعلت بها؟
توقف يا علي بابا، انتبه لنفسك. سيدتي، ما سيدتي لا تبالي، سأطفي النار بسرعة. سندباد اهرب من هنا، اهرب. أيها الأحمق، نحن نضيع الوقت. سيدتي لا تخافي، سأطفي النار حالا، سأطفي النار. اذهب واحضر الماء بسرعة. امرا سيدتي، حالا. اذهب، ماذا تنتظر؟ انهم هاربون من السجن. قفوا قفوا من هنا من هنا. قفوا 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 توقفوا قفوا. عمي. هذا انت؟ ماذا جرى لك؟ وجدوني هنا والفأر على صدري فأخذوه مني. أجل. إذن ذاك الفأر الأبيض مسكين، رموا به في حفرة الماء، قد يكون غرق الآن. يا إلهي، إذا غرق يضيع أملنا الوحيد. ميساء، هتعلمينني كيف أمارس الشعوذة؟ نعم، لأن أشخاصا دخلوا هذه المدينة وهربوا من السجن، وبوجودهم هنا حياتك في خطر دائم. سأعلمك السحر حتى تشعر بالأمان. لذلك أتيت إليك مسرعة. ميساء، شكرا لاهتمامك، لكن هل أقدر أن أتعلم السحر؟ هل أقدر؟ لا تخف، هذا الشاب أمامك تعلم خلال يومين فقط. علي بابا، هيا أرينا مهارتك. حسناً. عظيم ميساء، هيا هيا علميني بسرعة. إذن اشرب هذا أولاً. هل شربت هذا أنت أيضا؟ طبعا شربت، إنه دواء سحري. أرجوك أيها الوالي لا تشرب هذا الدواء، أرجوك. اسكت، إذا تعلمت السحر لن أخاف أحدا، فلا تمنعني من شرب الدواء. أقبضوا عليهم من هنا من هنا. فرفور فرفور، لم تمت. ماذا؟ أرأيتم الفأر؟ أنتم الهاربون من السجن، اقبضوا عليهم. هيا. أشعر بأنني أصبحت ساحراً. بابا، ارمي بسحرك على الوالي. أمر سيدتي. ما أسرع مفعول هذا الدواء. الآن أصبحت أنا حاكمة المدينة. هيا مع علي بابا أتى الجنود. هذا جزاؤكم. أيها الوالي،
قل. أيتها الحاكمة، قبضوا على الفارين من السجن. حسنا، فليأتوا بهم إلى هنا أمرا وطاعا أيتها الحاكمة. سندباد، لماذا أتيت إلى هنا؟ هل أتيت تقدم التهاني للحاكمة الجديدة؟ صحيح، تفضلي هذه الهدية تقديرا لك. النجدة، النجدة. سندباد، أرجوك لا ترحل من هنا، أرجوك ابقى هنا لتحمي بلادي من الأعداء. أيها الوالي، إن تفكيرك هذا يجلب لك الأعداء. حقا؟ نعم، ومن الأفضل لك أن تتصادق مع البلدان المجاورة وتفتح أبواب مدينتك. حسنا، هيا افتحوا الأبواب، افتحوها شرقا وغربا. برج بابل هو المحطة التالية في رحلات سندباد ورفاقه علي بابا وعلاء الدين وياسمينة. شاهدوا مغامرتهم الجديدة في الحلقة القادمة من مغامرات سندباد. كله